معي على الهاتف سعادة عبد الله سعيد دنابودة رئيس شركة النادي الأهلي. أبو سعيد مساء الخير. مساء الخير يا عبود. يمكن بعد نهاية المباراة كان على تويتر الخاص فيك أن في الأهلي ما راح يبقى إلا اللاعب المخلص. أكيد كرة القدم إذا ما فيها روح وما فيها إخلاص وما فيها عطاء يعني صعب أنك تجاري أي فريق. في لاعبين غير مخلصين عندك في النادي؟ والله خلي الحكم لكم. لأن المسج هذه اللي تقول يعني أن لاعبين في لاعبين مو براضي عنهم أنت كروح في الملعب. طبعا. أوكي. كم يتحملون نسبة نسبة ما وصل إليه الفريق اللاعبين في رأيك ونتيجة مباراة اليوم تحديدا؟ لا حين في الموسم كامل ما نقدر نحكم، نحن بدلنا مدرب وتغيرت أمور كثيرة، ولكن بالنسبة لي مثل مباراة اليوم لعيبة يتحملون 100%، ما في كلام. يعني أخطاء فردية مثل هاي ما يستوي، أنت لعيبة يخطئون بهالأخطاء ما تصير في كرة القدم. كيف بتتعاملون مع اللاعبين إذا أنت مقتنع أن اللاعبين يتحملون 100% من نتيجة مباراة اليوم؟ أنتوا كيف في بنتعامل؟ هي كشركة وايد عندنا أمور نتعامل فيها كثيرة، مو بنا احنا اللي نصرف الشيك. انزين بوسعيد، اللاعبين الأجانب بناء على السي في، بناء على اللي على قبل ما يجون، قبل ما تتعاقدون وياهم، هل هالمردود اللي كنتوا تتوقعونه؟ يعني انت مثل ما تعرف يعقوب، الفريق منظومه كامله، عرفت؟ انت لاعب مثل جرافيتي، توصل على الكره بيسجل، ما توصل على الكره ما بيسجل، معروف. لا لا لا، انا اتكلم عن مجمل العطاء، يعني انا اتكلم عن لاعبين كشكل فريق ككل. ما ابغى اخصص لاعب، لكن اللعيب الاجانب يعني ما اعتقد انه مقدمين 100%، ولكن على الاقل في الملعب تحسبهم انه مخلصين. وفي لاعبين لا. طبعا. في لاعبين عندهم توجه ان الفريق ما ينجح، متعمدين انهم يسوون هالشيء؟ لا لا يا عقوب، بقول لك شيء، في اشياء وايد. شوف يعني ناخذ الموسم ككل، انت تعرضت لخساره في اول مباراه في الدوري نفسيا، المهم رجعنا فزت في مباراه الامارات، وصلت للنهائي الخليجي، فزت في اول مباراه، خسرت المباراه الثانيه، يعني هاي كلها الكبوات تاثر نفسيا، ما اقول لك لا، ولكن ليس عذر، ما في عذر للاعبين ابدا. هي بس بس, بس بس وعمل وعمل المدرب الحالي، ما بقول لك انه الريال ما يعمل ومجتهد او هذا، بالعكس يعني عمله مبين اليوم. الشكل التكتيكي للفريق خساره كبيره، لا ما مختلف عليها، لكن الشكل كان للفريق في افتتاح المباراه وهذا كان شكل زين، وتوقعنا ان نسجل، ما سجلنا، يت علينا باخطاء فرديه، يعني تصير هاي في كره القدم. لا لكن حتى المدرب ما تقدر، المدرب ما تحمله مسؤوليه مباراه اول مباراه، لا لا ما تحمله مسؤوليه، لكن انتم كاداره الشركه، المعسكرات اللي استوت، تعاقد مع هاشك، استجلاب اللاعبين الاجانب اللي السي في مالهم قوي، لكن بعد هالفتره من بدايه المعسكر سواء على مستوى كاس اتصالات، بطوله الخليج، الدوري، ما هو على مستوى طموحكم انتم كشركه 100%. لذلك انا قلت لك ان نحن بتكون يعني تقدر تقول ان بنتكلم يا اللاعبين. تكلمت وياهم اليوم؟ لا اليوم ما تكلمنا وياهم، يعني كل واحد بيروح بيته. الكلام بيصير ان شاء الله في التجمع الاول، وبنشوف كيف يعني بنحل الموضوع هذا، لانه مثل ما تكلمتوا انتوا ان الوضع اللي موجود والعمل اللي قايم، يعني من 4 مباريات 3 نقاط ما يعكس العمل اللي جالس يصير. شكرا لك ابو سعيد. خلي اكمل طبعا. تفضل. ويمكن انا نفس الكلام لما قلت في بدايه كلامي، ان قلت شو مشكله الاهلي، قلت لك داخل الملعب اللي هم لاعبين. لما قال لي الكابتن عبد الله ان تقول الاجانب جايين اسماء وهني ما كان مو بزين كلاعبين، لا انا قلت لك لاعبين ككل وليس لاعب واحد، الجميع بدون استثناء.
كمستوى. احنا مشكلتنا الان في وين اليوم؟ انت لو شفت اليوم المباراه، لو شوف التدريب وانا شاهد التدريب الفريق، لو ربع اللي يعملونه اللاعبين الاهلي في التدريب في المباريات اللي فاتوا في اي مباراه، شو يستوي لهم في الملعب؟ من لعب حماس والرغبه وتحس انهم كانهم بيعملوا في المباريات شو يستوي لهم؟ اليوم مساحات فاضيه للاعبين نادي النصر. اليوم انا بقول لك الان شيء غريب ويا نواف، ويجب ان نحن على الاخوان المدربين واداريين ولاعبين المجتمع الرياضي، مع الاسف الان في ترسيخ في ذهن المجتمع الرياضي والشارع الرياضي، حاولوا يقنعون الناس مع الاسف بموضوع الاستحواذ على الكره، ان نسيطر على الكره، نسيطر على الكره ونوصل للجول. الفريق الان يقول لك انا خسران 4 وخسران 3 والمنتخب في كاس اسيا ما يسجل ولا هدف، وتجديد عقد المدرب كتنش بمناسبه ان احنا استحواذنا اكثر من قطر ومن الصين ومن